قولي. وككل اثنين نفتح في موعد ظهيرة نافذة على البيئة. ترافقنا وكالعادة نادية اليوبي. أهلا بك نادية. أهلا بك سنة. والنافذة اليوم نبدأها من كينيا، حيث انطلقت اليوم أشغال ندوة دولية حول البيئة. انطلقت بدقيقة صمت لأن معظم المشاركين كانوا على متن الطائرة الإثيوبية التي تحطمت أمس قبل الوصول إلى نيروبي. نعم، كما قلت كان من المقرر أن يشارك أغلبية الركاب من بينهم مغربيان رحمهم الله في أشغال هذا الاجتماع المنظم حول موضوع حلول مبتكرة للتحديات البيئية والاستهلاك والإنتاج المستدامين، إذ ينتظر اعتماد قرارات جريئة تقود بشكل مؤكد نحو اتباع أنماط مستدامة للإنتاج والاستهلاك ونحو التزام لصالح حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن البلاستيك والحد أيضا من التبذير الغذائي والرقي بالابتكار التكنولوجي الذي يساهم في مواجهة التحولات المناخية ويقلص من استعمال الموارد ومن فقدان التنوع البيولوجي أيضا. سناء نادية، في لقاء مشابه لقاء دولي، أكيد أن الدول والحكومات التي تشارك في لقاء مشابه تقدم استراتيجياتها في مجال حماية البيئة، والمغرب فتح ورش حماية البيئة منذ مدة طويلة. نعم، والدليل أنه اليوم تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين كتابات الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ومع الجمعية المغربية لتثمين وتقليص النفايات الصناعية، وذلك من أجل هيكلة التدبير الإيكولوجي لنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. الاتفاقية تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لتقليص وتثمين النفايات، حيث مكنت هذه الاستراتيجية من تحديد كميات النفايات المنزلية والصناعية وكذا تقييم الإمكانيات المتاحة لإحداث وتطوير منظومات فرز وتذوير وتثمين النفايات. وتهم هذه المنظومات سناء النفايات البلاستيكية والبطاريات المستخدمة وأيضا نفايات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والزيوت المستعملة والعجلات المطاطية المستعملة وأيضا الزيوت الغذائية المستعملة والورق والكرتون المستعمل ونفايات البناء والهدم. وستمكن هيكلة وتطوير هذه المنظومات من خلق الاستثمار وأيضا إحداث فرص الشغل. نادية، وأنت تسردين هذه النفايات، أكيد أن كلفة النفايات باهظة على هواء نتنفسه جميعا. كما قلت سناء، الهواء الذي نتنفسه فيه بقايا هذه النفايات. هذه النفايات الصناعية تساهم بنسبة مهمة في تلويث الهواء والماء والتربة، لأن بها مكونات مركبات الهيدروجين الهيدروكربونية لمعادن الثقيلة، وكذلك مركبات الديوكسين لأكاسيد الحمضية الكبريتية، بقايا بترولية. وبالحديث عن التلوث سناء، سوف نتوقف هنا عند تلوث الهواء مثلا، والذي تتعدد أسبابه بين ما تنفثه المصانع من أدخنة ملوثة أو ما تنفثه عوادم العربات. نعم، ونتوقف هنا لنفرد الحديث عن السياق الإيكولوجية التي ثبت بأنها تقلص من حجم الأدخنة التي تتركز في الهواء عبر مجموعة من النصائح والمعلومات نتعرف عليها في روبورتاج صديق بن سينا. كل مغربي ينتج سنويا حوالي 3 أطنان من غاز ثاني أكسيد الكربون، ويمثل قطاع النخل 15% من هذا الإنتاج السنوي الملوث. ولأهمية هذا القطاع في إنتاج الغازات الدفيئة، أصبحنا اليوم نتحدث عن القيادة الإيكولوجية للسيارات كسلوك مواطن يمكن أن يساهم في خفض إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون. اللي عندهم السياقة اليدوية كيكون كتخرج واحد العلامة اللي كتقول له يزيد في السرعة ولا ينقص، باش كيتعامل مع الموتور. وخصو دابا السائق ملي يجي يركب في السيارة ديالو ينطلق، ما ينطلقش بواحد السرعة كبيرة، ينطلق بسرعة بطيئة وبقى طلع بشوية بشوية. هي طرق بسيطة قد تساهم في خفض إنتاج الغازات الدفيئة بنسبة ناقص 5%، هذا بالإضافة إلى الصيانة الدورية للسيارات، ففي حال إهمالها قد تكون الحالة الميكانيكية للعربات أحد العوامل الملوثة. إلا ما كيعملش تبديل الزيت، إلا ما كيعملش تغيير ديال المصفات ديال الهواء ولا ديال البنزين ولا ديال الريح، كتكون عنده مشكل في السيارة دياله.
وقد ظل قطاع النقل وحركة السير والجولان يشكلان أحد مجالات اهتمام الفاعلين في مجال حماية البيئة، وهذا مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة ينضم إلى الجهود التي يبذلها المغرب من أجل التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع النقل. المغرب حاليا أعد واحد استراتيجية من أجل تقليل من هذه الانبعاثات، واللي المجال أو القطاع ديال النقل كيمثل حوالي 9.5% من هذا، نقول إلى بغينا نسميهم لي زيفور داتونياسيون. لحد الآن دابا السيارات كثروا، الناس كثرت، ولكن المدينة كبروا، حتى هي كبروا بها الشوارع، ولكن الدولة باقا ما السلطات باقا ما فكرتش أنها تغير لو بلون دو سيركولاسيون ديال المدينة. ولعلها ستكون من النقط التي ستناقش في ورشة خاصة بحركة السير والجولان في المدينة، وذلك في إطار منتدى المدينة المستدامة في دورته الرابعة، والذي يستعد لتنظيمه مرصد حماية البيئة بطنجة. تتفقين معي نادي أنه إلى جانب قواعد السياق الإيكولوجية، وضعية السيارة الميكانيكية أقصد مهمة جدا للحفاظ على هواء سليم نتنفس، وضرورة المراقبة الدورية في المراكز الفحص التقني أيضا سناء. إذا نمر إلى المواعيد المرتقبة لهذا الأسبوع. موعد قافلة الماء التي ستجوب في 16 من هذا الشهر عددا من مدارس إقليم زاغورا للتحسيس بأهمية الحفاظ على الماء، تنظمها جمعية أصدقاء البيئة بزاغورا. وأيضا من القنيطرة موعد آخر تنطلق من 10 إلى 17 من هذا الشهر مسابقات التربية البيئية، تلتقي كلها عند القضايا البيئية وتتباين عند الرسم والتصوير والتحرير أيضا من تنظيم جمعية إيكولوجيا بالقنيطرة. كل هذه المواعيد إضافة إلى مواضيع الفقرة البيئية تصلنا عبر البريد الإلكتروني citoyen@ecolo.com، وأيضا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك deuxième.bea. ولا تنسوا كما نختم دائما أن حماية البيئة هي مسؤوليتنا جميعا. سلام. شكرا لك نادية، واللقاء يتجدد بك الاثنين المقبل في نافذة جديدة على البيئة.